السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم مجموعة ديال لي زاستوس انفورماتيك، نون سولمون دي ستادير نون سولمون دي زاستوس كونسيرنون لورديناتور، مي كونسيرنون لي ريزو انفورماتيك، كونسيرنون لا سيكوريتي انفورماتيك، كونسيرنون توت لي بلاتفورم دو تكنولوجي. اليوم غادي نوريكم واحد لاستوس تري امبورطون، باسكو كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم دي زورديناتور وما عارفينش كيفاش اكسبلواتيو لورديناتور ديالهم افون، الوغ كو هاد لي زاسيوس اللي غادي نتقاسموهم انا كنشوفهم تري تري امبورطون وبزاف ديال الناس كيجهلوهم. هذاك الشيء علاش بغيت اليوم نتقاسمهم معكم. اليوم شنو غادي نعرفوا؟ غادي نعرفوا باللي كاين لا ماجوريتي ديال لي زورديناتور اللي كاين دابا سون دي زورديناتور اللي عندهم لاركيتكتور ديالهم 64 بيت. بيان سور كاين اللي عندهم 32 بيت. غادي شحال واحد غادي يطرح لي السؤال، غادي يقول لي شنو هو الفرق ما بين او لاش كتعني بعد هاد 32 بيت ولا هاد 64 بيت، اش كتعني؟ تري بيان، الوغ غير باش نتفاهموا، هاد 32 بيت ولا هاد 64 بيت اش كتعني؟ تو سامبلومون هي الطريقه باش البروسيسور اللي هو المخ ديال لورديناتور كيفاش كيتريتي لي دوني، يعني شحال يعني ستادير ان اورديناتور اللي عنده ربعه اللي عنده لاركيتكتور ديالو 64 بيت وكي كي فونكسيون على ان سيستم ديكسبلواتاسيون اللي هو 64 بيت، il traite les informations d'une façon plus rapide et plus efficace. بمعنى انه المومون اللي انت كتكليك على شي حاجه كيدوز لك لي دوني، ستادير بحال الا عندك 64 60 كالو. بحال غادي نفترضوا شي واحد عنده واحد جنان بغى يسقيه، كاين فرق ما بين انه يسقيه ب 64 كانال اولا 64 تويو ولا 32 تويو. الوغ انا كنفضل يكون 64 تويو لانه غادي يكون لورديناتور ديالي يعني سريع جوج مرات. هذا من جهه، من جهه اخرى ان لورديناتور اللي هو 32 بيت واللي فيه مثلا في باغ اكزومبل 8 جيجا في لاغام، هذيك 4 جيجا في لاغام غير زايده. علاش؟ باسكو لاركيتكتور ديال سيستم 32 بيت ما غاديش يقدر اكسبلواتي اكثر من 4 جيجا د الرام. سيتادير الا كان لورديناتور شارجي ب 4 ب 4 جيجا دو دوني او دولا صافي ما غاديش يقدر يتعامل معاه. وسا سيغ اريان، دي فوا الواحد كيشوف لورديناتور ديالو ثقيل، كاين اللي كيشري باغ اكزومبل باغيت ميموار واحده اخرى جديده الوغ كو هو عنده 32 بيت. هذه مساله غير يعني غير مفيده. دونك غادي نشوفوا كيفاش لورديناتور كيرجع دو فوا بلو رابيد بواحد الطريقه بواحد لاسوس تري تري سامبل. على بركه الله. دونك على بركة الله نشوفوا اليوم بعدا نشوف لورديناتور ديالي واش هو 64 بيت او لا 32 بيت، ونشوف لو بروسيسور ديالو واش 64 بيت او لا 32 بيت. الوغ تو سامبلومون جو كليك، كندير ان كليك دغوا هنا على اورديناتور، ندير بروبريتي. الوغ هنا كنشوف دي دوني على دو مانيير جلوبال على لورديناتور ديالي. هنا كنشوف تيب دو سيستيم، سيستم ديكسبلواتاسيون 64 بيت، بروسيسور 64 بيت. دونك هنا فين كنعرف لورديناتور اللي عندي او لا ممكن نشريه خصو يكون ايلي بريفيرابل باش يكون 64 بيت ويكون البروسيسور تكون لاركيتكتور ديالو اون جينيرال 64 بيت. الوغ لو مومون اللي نشوف بلي عندي لورديناتور 64 بيت والسيستم ديكسبلواتاسيون 64 بيت والبروسيسور 64 والاركيتكتور لو بروسيسور 64 بيت، انا كيخصني اوبليغاتوارمون ماشي نقول الي بريفيرابل، ولكن ضروري ما نقلب على لي زابليكاسيون اللي هما 64 بيت باش سيتادير نديفلوبي ولا نديفلوبي لي بيرفورمانس لورديناتور ديالي دو فوا. باغ اكزومبل غادي ناخد جوجل كروم، الى خديت كروم في لا فيرسون 32 بيت ولكن باش انا نستغل لا فيرسون لا بلو رابيد خص يكون عندي 64 بيت. بالنسبه لجوجل كروم مثلا توجور جينيرالمون غادي لا بروسيدور على توت لي زابليكاسيون، دائما كنجي فين كاين لي بارامتر نقلب على فوالا سي بارامتر، هنايا عندي اد فوالا، هنا ابروبو دو جوجل كروم غادي نشوف. الوغ كيما كنشوف هنايا لا فيرسون ديال جوجل كروم هنايا سي 64
4 bits كما كتشوفوا هنايا فوالا. دونك عندي ان نافيغاتور دو فوا بلو رابيد على كون كنت انستالي غير 32 بيت. جو فوا باغ اكزومبل كنخدم باغ اكزومبل باللوجيسيال ديالي فوتوشوب. غنشوف باغ اكزومبل ايسي عاوتاني اسكو سي لا فيرسيون 32 بيت او لا فيرسيون 64 بيت. Alors toujours, je clique sur Aide, Photoshop, pardon, à propos de Photoshop, toujours à propos de, à propos de. Voilà, alors là, je vois version, Adobe Photoshop CS1, je vois là, la version 13.0, 64 bits x 64, ça veut dire 64 bits. Et je refais l'opération pour toutes les applications liées à l'IR. Quand on dit application 32 bits, il est préférable de télécharger ou d'installer la version 64 bits dans un ordinateur lié à 64 bits. Donc, je vais exploiter l'ordinateur d'Ali à fond. La vidéo de Léo Matsalat. Je vous remercie de l'avoir suivi attentivement. Maintenant, ça vous donne un pouce bleu. Maintenant, ça vous donne comme un an. Maintenant, ça vous fait un jour. Merci tout le monde.